في وسط الميدان اللي هو قوت، والكل ما لقاش لي روبير نتاعو. نقول اللي الفريق كان جاهز بصفه كبيره للمباراه هذه. في الشوط الثاني بطبيعه الحال ثم بعض التعب خلى الفريق يتراجع شويه، وجاء الهدف مبكر شويه، دقيقه 16 ظهر لي سجل الهدف ولا 15، معناها خلى المباراه تتبدل نوعا ما. لكن احنا لو كان جسمنا الفرص اللي جاتنا كنا نخرج بنتيجه المباراه. اكيد ما هي سهله، تصور انت نادي الصفاقسي ونجم الساحلي تكون مباراه سهله بطبيعه الحال، كانت مباراه قويه، شفتوا حتى الاندفاع البدني كان قوي برشا. نادي رياضي الصفاقسي يتحكم في زمام المباراه في الشوط الاول بصفه كبيره برشا، وما خلاش نجم الساحلي يلعب اللعبه نتاعه. سجلنا هدف في الشوط الثاني، جاء الهدف الثاني كما قلت مبكر شويه، اثر هفوه وهجمه مرتده خلت شويه المسير المباراه يتبدل. ولكن رغم هذا جاء لعبنا الكره ديما القدام، ونجم الساحلي كذلك ما سكرش اللعب وكانت المباراه مفتوحه، جاتنا العديد من الفرص، مع الاسف هي الكره. وما هوش عيب ان الواحد يخرج في مباراه متعادل كما مباراه كما هذه. مسام السي سي اس في اول امتحان نجم نقولوا يتعادل مع الاتوال 1-1 في ملعب الطيب الاميري وامام جمهور. والله ياك شفت مباراه صعيبه برشا، كانت الاولاد عملوا اللي عليهم، لا غير ما تبعتش الريزلتا، ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. اليوم شفنا مباراه الاكسترا كلاسيكو بين سي اس اس والاتوال، خلينا نقولوا الناس الكل على اعصابها في الميدان، ولكن الناس الكل خيانه وفين. والله في التيران مش على اعصابها، يعني فما برشا انجاجمون، شفت برشا انجاجمون، شفت يعني اجريسيفيتي زايده شويه، مي يعني فما يعني ديزوكازيون بين زوز ايكيبات، لعب فما لعب جميل زاده، نتصور اللاعبين يعني صحيح صارت شويه فهمت كيفاش مناوشات ما تخطيناش الحدود نتاعنا، كما شفتوا برا يعني من التيران كل اخو خيان، واحنا نتصور اليوم يعني فلتنا يعني 3 نقاط قدام جماهيرنا، نتاسف وان شاء الله الجاي الافضل ان شاء الله. محمود نحكي على المباراه السي اس اس في اول امتحان في الكلاسيكو يتعادل مع الاتوال امام بيبليكو، شنو رايك؟ نتصور عملنا اليوم معناتها دخله باهي الميتون الاولاني، شدينا كوره لعبنا ضغطنا على المنافس، سجلنا زاد هدف. الميتون الثاني نتصور رجعنا شويه تالي اللي خلينا معناتها المنافس شد كورة وتحكم زادة في اللعبة الميتون الثاني. نتصور أنا نتيجة عادل اليوم عادل للفريقين. أحكي لنا على الإصابة نتاعك في آخر المباراة، لاباس؟ الإصابة شدتني وجيعة في فخذي من قدام، مازلت إن شاء الله مش نصور نهارين وثلاثة ونشوف الإصابة شنو بالضبط إن شاء الله. إن شاء الله بس. عايش. أنيس الزربي للسي اس اس في أول امتحان في كلاسيكو البطولة يتعادل 1-1 ميتون، والسي اس اس قدم ميتون بارفي، لكن في الشوط الثاني ممكن فما تتراجع على مستوى الفني بالنسبة للسي اس اس. صحيح والله يظهر لي ممكن المباراة هذه كانت شوط بشوط، الشوط الأول يظهر لي عملنا أون تام دو ماتش ممتازة، سيطرنا بالطول وبالعرض على مجريات الشوط الأول، وتيحت لنا عديد الفرص، كنا نجموا نسجلوا أكثر من هدف، يظهر لي احنا لازينا باش النجم الرياضي الساحلي ما يقدمش القدام وخليناه معناتها يلعب، لازيناه باش يلعب البلوك با طايح اللوطة، طلعنا له في المناطق نتاعو، أكيد أنه في الشوط الثاني النجم الساحلي كان متأخر في النتيجة، أكيد أنه جاته تعليمات أنه باش يطلع القدام أكثر عدد ممكن من اللاعبين، بالنسبة لنا ثم لاعبين بين يظل في الشوط الثاني صارت اغلاط نتاع سوء تمركز، مي مالغري تو سا اتيحت لنا الفرصه نتاع ندوي كنا نجموا نقلوا بها المباراه، كيف الفرصه نتاع حسين بن علي. في المجمل يظل النادي الصفاقسي قدم مباراه طيبه، ثم برشا حاجات باهيه نجموا نبنيو عليها، ثم برشا اغلاط يلزمنا نصلحوها، مي نوعد جماهير نادي الصفاقسي انه المستقبل نتاع الفريق باش يكون افضل ان شاء الله.